قلناها كتير قبل كده، خلونا نقلب البطاطس بس. قلناها كتير قبل كده، ازاي بنعرف انه الستيك ميديوم ويل او رير من غير ما يبقى عندنا ميزان حرارة؟ دي طريقة الشفات يعني بيعلمونا عليها دايما، بس محتاجة شوية ايه مهارة. الحتة اللي هنا في الايد دي شايفين، بنضغط على اول صباع، بصوا بناخد الصباعين دول على بعض وبنضغط، لو دوسنا هنا شايفين اللحمة بتشد كده، يعني الحتة دي ناشفة، دي لما تبقى نفس احساس اللحمة تبقى يعني well done، مستوية تماما. الميديوم نضغط هنا هنلاقي فيها يعني شدة بس خفيفة، هنروح على اخر صباع هنلاقيها طرية. اذا من هنا بنعرف، تعالوا بس انا